وزارة الإعلام تثير جدلا بعد إعلانها درس تطوير المسرح وإنشاء السينما في السعودية. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. وننطلق من ابرز مكان في المملكه العربيه السعوديه، ولكن هذه المره في الصحافه السعوديه تحديدا. نتابع نفى مصدر مسؤول بديوان المظالم ما نشر في بعض الصحف المحلية وتداولته من خلالها الصحف الإلكترونية بشأن إصدار المحكمة الإدارية حكما يقضي بسجن متهم على خلفية سيول جدة لمدة سنة وتغريمه 1000 ريال مع وقف التنفيذ لارتكابه جرائم تزوير متصلة بإفراغ أراض في عين العزازية. وذكر المصدر أن صك الحكم الذي صدر بحق إيقاف المتهم بالسجن وتغريمه 1000 ريال لتزويره ختم كتابة العدل على أحد صكوك الأراضي بعيدة تماما عن ملف قضية سيول جدة. تراجع مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهد الحمد عن توصية تنص على مساءلة المسؤولين في الجهات الحكومية التي لا تلتزم بمقتضيات الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعهد والأمانات وإجراء المناقلات بين بنود الميزانية وتطبيق الإجراءات الجزائية بحقهم. ومن أبرز التوصيات التي تراجع عنها أصحابها سحب توصية لاستحداث مكاتب دائمة تابعة لديوان المراقبة العامة في جميع الوزارات. سجلت مختلف المراكز الصحية بجدة طيلة الأسبوع الماضي غيابا تاما لعمال النظافة الذين تخلفوا عن أعمالهم نتيجة عدم صرف الشركة المشغلة رواتبهم لأشهر ماضية، مما تسبب في تكدس النفايات الطبية داخل أروقة المراكز الصحية، ودفع الممرضين والممرضات للاضطلاع بدورهم، وما زالت النظافة في المراكز متردية بسبب هذه المشكلة. هاجم مدير التخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي وزارة العمل، معتبرا أن برنامجها المسمى نطاقات أدى إلى تزايد عمليات التوظيف الوهمي، وأشار إلى اكتشاف حالات تحايل للاستفادة من ميزات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وأكد أن هذه الظاهرة زادت بعد إطلاق برنامج نطاقات. تجمع عدد من المحتسبين أمام معرض الكتاب الدولي بالرياض أمس الاثنين وتجمهروا أمام البوابة، ودار بينهم وبين قوات الأمن نقاش بعد أن تعرضوا لإعلامية، وتم تحويل 5 منهم إلى قسم شرطة الملز. اعتمد وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبد الله الربيعة صرف بدل ندرة قدره 10% للطبيب المقيم السعودي الذي يعمل في المدن الصغيرة، وقد تم تعريف المدن الصغيرة بالمدن التي يقل عدد سكانها عن 500,000 نسمة، وكذلك المدن التي يكون سعة المستشفى الرئيس فيها أقل من 500 سرير. ونذهب إلى أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة في جريدة المدينة للكاتب بدر أحمد كريم بعنوان الرياضة للإناث متى؟ يتساءل الكاتب في بداية مقاله، ألم تعد الرياضة للسعوديات قضية منتهية ومبتوتا فيها؟ ناقلا عن خطة التنمية التاسعة قولها، إن التوجهات القائمة حاليا تدعو للتوسع في الفرص الرياضية المناسبة للإناث في إطار القيم المجتمعية للمملكة، وطبقا لخطة التنمية التاسعة كذلك، فإن بعض القضايا الخاصة بالشابات تؤشر إلى ضرورة إدخال تعديلات على السياسات والبرامج التي تنفذ في مجال الشباب، مع تخصيص برامج ومرافق وأنشطة تناسب هواياتهن وميولهن وتلقى في الوقت نفسه قبولا أسريا واجتماعيا. ويتساءل الكاتب، ماذا بقي؟
أدعوها إلى أن تطلب من وزارة المالية رصد الميزانية اللازمة لتنفيذ برامج الرياضة للإناث ووضع الآليات السليمة لتفاعلهن. وفي مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض المخصص جزء كبير منه لرياضة الإناث وفق تقاليد المجتمع السعودي وقيمه، تجربة ناجحة تستحق التأمل بعد أن ثبت نجاحها، فمتى تطبق في بقية المناطق والمحافظات؟ ويختم قائلا: لتفعل الرئاسة دورها وما أراها إلا كذلك، ولتعلم أنها مساءلة عما قررته خطط التنمية. المقال الأكثر تعليقا في جريدة المدينة للكاتب علي سعد الموسى بعنوان مسحوك. على خلفية التعليقات السلبية التي وصلت بالمئات على مقاله بالأمس، يرد الموسى قائلا: إنه مستمتع بحفلة الشتم، وله مع هذه الحفلات معارك مختلفة في ظروف وأوقات مختلفة، ويتابع: أنا مع أن الكتابة فكرة مستفزة، وقد قلت هذا من قبل. الكتابة هي ما يأخذ القارئ إلى حدود الدهشة حتى تفتح النقاش أمام الجمهور، وحين تسألني هل ندمت على شيء كتبته من قبل، فالجواب هو الفطرة الإنسانية التي تتمنى نهاية المساء لو أنها مسحت من لسانها نصف ما قالته طوال اليوم. وأما جوابي على سواد التعليقات التي تتحدث عن شراكة الكاتب مع مصالحه الخاصة، فليست هذه المرة الأولى التي أواجه فيها هذه اللذائذ، وللمشككين هذه الدعوة إلى أن يأتوا إلي لأكشف لهم كل شيء في حياتي. وأفضل ما في حفلات الشتم بأكملها أنها لم تجد ثقب إبرة إلى فساد أو مظلمة، وإلا لما سكت كل هذه الفترة الطويلة. وعودا على بد، فإما أن يمسحوني فتلك مهمة لا تحتاج إلى عظيم جهد أو فتوى، وحتى حين أتأمل عظامي عارية أمام المرآة لا أجد من بقاياي سوى خيط طويل نحيل هزيل تستطيع أن تلغيه إن شئت بماسح الحبر الأبيض. وأنا وهذه تغريدة أخيرة، ماسح الحبر الأبيض لمن أراد أن يبدأ من جديد رحلة الاستمتاع بحفلة الشتم. ومن بين أكثر من 100 تعليق، جاء التعليق الأبرز من القارئ حمد الصميلي الذي أرسل: أنت ملك مشاع لم تملك نفسك، مدحوك وأثنوا عليك عندما تكتب من أجل مصالحهم، ومسحوك عندما تتعارض كتاباتك مع أهدافهم ورغباتهم. إذا استمتع بحفلة الشتم كما تقول أنت، وهذه ضريبة النجاح، فأنت لست كاتبا عاديا بل مطلوبا للجميع، وجميع ما تكتبه تحت المجهر. إذا عليك بأن تعترف بالخطأ إذا أخطأت، وإذا لم تكن مخطئاً برر للجميع بأنك على صواب. اختيار يا هلا لمقال من جريدة الشرق للكاتب سليمان الهتلان بعنوان عافة أرويلي مأساة وطن. يعتبر الكاتب أن حزن عرعر على الشاب عافة أرويلي هو حزن وطن بأكمله. الأخبار كلها ترجح انتحار عافة بعد أن ضاقت به السبل وهو يبحث عن وظيفة، ويعبر الكاتب عن إحساسه قائلا: حزنت للخبر وتألمت أن نكون في مصاف الدول الغنية ولدينا شاب في مقتبل العمر يقدم على الانتحار لأنه لم يجد وظيفة بعد سنوات من الانتظار. ويتابع الكاتب: انتحار عافد جرس إنذار للمجتمع كله. ويرى الكاتب أن قنبلة البطالة تحتاج لمشروع وطني عملاق يؤسس لاقتصاد حقيقي وجاد. وعن الفساد يقول الكاتب: إنه هو رأس الفتنة، ويأمل أن يوقظ عافة أرويلي فينا شعور المسؤولية الوطنية تجاه الآلاف من شبابنا من الباحثين عن وظيفة، عن مستقبل، في وطن يتباهى مسؤوله بميزانية قاربت من التريليون. ويختم قائلا: إن لم يشعر المعنيون بصياغة ميزانيات الوطن بأن الفقر الذي قاد عافت للانتحار هو عار وطني، فقل على مستقبلنا ألف سلام. ونتابع نشرتنا من أيضا أخبار المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام. وتسعة وثمانين عدد عمليات زراعة الأعضاء التي أجراها التخصصي العام الماضي. 200 عدد الفتيات التي وظفتهن الدفاع من خريجات التقني والمهني. 70% نسبة استحواذ المملكة من صناعة البتروكيماويات عربياً. مليونيريال قيمة المكافأة التي رصدتها وزارة الداخلية لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على السجين القاتل الهارب من سجن أبها علي بن محمد النسيم القحطاني.
إذن فاصل ونعود لكم لمتابعة باقي فقرات حلقتنا لهذه الليلة. وزارة الإعلام تثير جدلا بعد إعلانها درس تطوير المسرح وإنشاء السينما في السعودية. أهلا وسهلا بكم من جديد. أثارت تصريحات بعض مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام أخيرا جدل بعد أن أعلنوا جديتهم في درس تطوير المسرح وإنشاء السينما في السعودية قريبا. أثاروا الحقيقة جدل بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة التي يرى البعض فيها خروج عن المنهج الإسلامي لدى المجتمعات المحافظة، فيما يرى الفريق الآخر أنها مجرد فوبيا غير مبررة لمثل هذه الفنون والتي يجب أن تكون حاضرة في المشهد السعودي المعاصر الذي لا يزال يلاحق المستجدات التقنية والتكنولوجية بكل أبعادها. فمن يؤيد ومن يعارض السينما والمسرح، وما هي حجة كل منهما، وما هي السلبيات وإيجابيات هذه الفنون على المجتمع المحلي؟ مزيد من التفاصيل في هذا التقرير، ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا الأعزاء. وأحب قبل لا نرجع لهذا أحب أنه اليوم أقول لكم مفاجأة حلوة راح تعجبكم إن شاء الله. تعرفون إحنا بدأنا من الأسبوع الماضي وقبل أيضا إطلاق خدمة أنه تويتر يكون لايف على الهواء، بحيث أنه نعطي مساحة للتعبير أكبر، ليس بالضرورة أن نعلق على كل ما يكتب، ولكن سعيد بأنكم تشعرون بأنكم مشاركون أو مشاركين في الهم الوطني في القضايا الحساسة من خلال أفكاركم اللي تكتبونها سواء على موبايلك أو على اللابتوب على آيباد، وترونها على الشاشة ويقراها المسؤول اللي له علاقة بالقضية نفسها، وهذا كثير يسعدني. وإن شاء الله احنا مكملين في هذا الخط، وأشكر تفاعلكم دائما. هذه المرة الحقيقة راح أيضا اليوم راح تكون هذه موجودة، ولكن بصوركم أيضا، ليس فقط التعليقات وأسماءكم، لا التعليق والاسم والصورة، يعني اللي حاط بيضة يعني كأنك أبو زيد ما غزيت، اللي حاط صور أخرى راح تكون موجودة، بحيث أنك أنت ربما يعني تصبح أو تصبحين من الناس المشاهير في إعطاء الآراء أو في الغيرة على الوطن، ولكن أيضا نتمنى أن التعليقات تكون راقية ومهمة ومفيدة وفي صلب موضوعنا اللي نناقشه. خلونا نشوف التقرير ثم نعود للنقاش. عبر هذا الجسر يقطع 9 مليون سعودي خلال سنة 30 كيلومترا إلى البحرين. العوائل السعودية دائما ما تتوقف عند هذا المكان لتدفع 30 ريال متوسطيا لكل فرد. السينما المكان المفقود الذي أبدى 90% من السعوديين رغبتهم بوجوده في المملكة على حسب إحصائية قام بها مهرجان السينما بجدة سابقا، إلا أن تواجد هذه المقاعد التي تمتلئ ببعض المناسبات الخاصة ما زال محكوما بالتطرفات الفكرية التي يتداولها كل تيار على حدة. وفي الغالب عموما أن السينما لا يعرض فيها أشياء طيبة، في الغالب أنه يعرض فيها في الغالب يعني أشياء فيها أنواع من المعازف، أنواع من التقبيل، التكشف للنساء ونحو ذلك. هذه أمور كلها حرمها رب العالمين، وبالتالي لا يجوز أن تذهب إليها. فمنذ التجربة الأولى لفيلم مناحي الذي لاقى إقبالا كبيرا ثم تدميره، لم تحظ السعودية بتجربة أخرى سوى بتطمينات من وزارة الإعلام بالاعتناء بالسينما حال وجودها. يرجع ابو شلب حاجه احنا ما حضمنا ولدها الصغير يطلب لي الشايب، لا والله الا رحت فيها يا ولي ولا سمحت. انا اعتقد انه افتتاح السينما اعتقد انه يحتاج الى اول شيء انه يكون هناك قرار سياسي، الشيء الاخر يحتاج الى انه نرصد يعني تطلعات المجتمع او اتجاهاتهم نحو هذا المشروع، ثم بعد ذلك يقرر صاحب القرار أو يتخذ صاحب القرار المنتظر اللي ممكن أنه يكون في حل، هل فعلا تفتح السينما أم لا، وبالذات أنه في أصوات مطالبة في الوقت الحالي أنه لماذا توجد القنوات الفضائية وتوجد السينما المنزلية وتوجد إلى آخره، لكن السينما اللي هي موجودة كيعني متعة في صالات السينما وتذهب إليها العائلة لماذا لا تكون موجودة؟ حلو حلو يا أخي، أنت ظريف يا أخي، الله يبارك فيك.
المسرح والشخصية الأخرى الذي غيب عن الساحة السعودية، وبقي منه لمحات تعتني بها أمانة الرياض باختفاء دور وزارة الإعلام عنه وباختفاء المال والمكان للمسرحيين. يرفض البعض انتماء المسرح لحزب معين، رغم أنه كان وسيلة سياسية مؤثرة قبل سنوات معدودة وما زال في بعض الدول. ما يدعى بأبو الفنون هو عنصر هرم في السعودية ويقتل في أحيان أخرى منذ مسرحية فتح مكة في الثلاثينات الميلادية، وبقي محصورا بقاعة المحاضرات وفي المناسبات فقط. المسرح أنت سؤال تقول سبب غيابه القوي، وهذا حقيقة موجودة لا نستطيع أنكرها. التواجد القوي والمأمول من المسرح ليس بالدرجة الكافية. احنا نقول انه اسبابها كثيرة جدا متعددة، ولكنها تصب في خانة واحدة، انه الاطراف المعنية بهذا المسرح لم تكن متعاونة متكاتفة في سبيل تواجد المسرح. لدينا في الرياض مثلا امانة مدينة الرياض قوية في تبنيها للمسرح، قوية في طرحها لمشاكل المجتمع، ولكن اليد الواحدة لا تصفق. أول شيء أتمنى أنه المسرح لا يقحم في هذا الجانب، يعني المسرح أسمى من هذه الأقاويل ومن التيار الفلاني أو التيار الفلاني. المسرح هو أداة فكرية ثقافية تقدم مشكلة، تقدم موضوع معقد تبدأ في طرحه على المجتمع، سواء كان مسرح نخبوي أو مسرح اجتماعي. عملية أنك أنت تقول والله المسرح محرك لبعض الدول، ولا زال هو فعلا لا زال محرك، ولا زال حتى بضعفه هنا موجود في السعودية لا زال ينظر للمسرح أنه أداة خلنا نقول ما نخاف منها، ولكن يحذر الجانب منها. اغتيال السينما والمسرح قبل ولادتهم وبعد ولادتهم يتم بين الفينة والأخرى على حسب تفكير وتكفير كل طائفة من الأحزاب على حساب مجتمع يحاول أن يبقى محايدا عن التقسيمات ليترفه قليلا بعيدا عن تلك المناطق البعيدة، لتطلق على آمال السعوديين رصاصة الموت الفكرية والترفيهية، خصوصا من ليس لديهم ثراء للسفر إلى الخارج. محمد الحبيب لبرنامج هلا الرياض. شكرا محمد. يبدو ما لنا حظ اليوم، أنا ومالي حظ معكم، فالتعليقات راح تكون زي ما هيك العادة، لأنه صار في مشكلة تقنية في الفكرة اللي قلت لكم اللي هو بالصورة، وراح تكون فردية، فإن شاء الله إن شاء الله تكون بكرة إذا قدرنا اليوم في نهاية الحلقة كان بها، لكن إن شاء الله بكرة يعني ينحل الأمر. راح نسعى فيها، يعني راح نسعى أن نطور هذه الفكرة إلى أبعد حد، وبعدين أن لخبطنا ولا أنجزنا في النهاية أنتم شركائنا في هذا الموضوع، فرح نتحمل بعض. حول هذا الموضوع يسرني رحب من سدهاتنا في الرياض عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح العصيمي، وسينضم لنا من سدهاتنا في جدة الصحافي والناقد الفني الأستاذ علي فقندش بعد قليل أيضا. دكتور صالح مساك الله بالخير. هناك تحركات تبنتها وزارة الثقافة والإعلام أخيرا لدراسة تطوير المسرح وإنشاء السينما في السعودية، هل تؤيد هذه الفكرة أم تختلف معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحييك يا أخ علي ومشاهدي القناة، وأسأل الله أن يكون العمل خالصا لوجهه. الحقيقة دائما الإنسان يحكم على الأمور من خلال المجتمعات التي هي حقيقة تقدم لنا صورة ونموذج. ففي خارج المملكة العربية السعودية أمامنا صورة أن السينما، خلينا نركز الآن على السينما، هي مرتع ومأوى لكثير من الانحرافات. يعني لما نأتي ونحاول نخدع أنفسنا ونقول والله ستكون برامج علمية، في سينما علمية موجودة في كثير من بالمملكة العربية السعودية، موجودة سينما علمية لكن ما يأتيها إلا قلة قليلة. المطالبات في إنشاء هذه الأشياء والاحتجاج، الحقيقة الاحتجاج بالخطأ على خطأ، هذا من يعني الأمور المضحكة. يعني لما يقال والله في البيوت فيها فيديو، في البيوت فيها، يعني هل وجودها في البيوت مبرر لوجودها عامة؟ هل وجودها يعني هذا الأمر قياس خطأ على خطأ؟ أنا آتي لما وأجعل مبرر، لما تأتي للأفلام التي تقدم
يعني أعتقد أنا كثير من المشاهدين يستحي أن يشاهد هذا البرنامج أمام أولاده، فكيف يشاهده علنا مع أولاده ومع أسرته؟ يعني أمر يعني لما يأتي مثلا تقرير ويقول أن كثير من الذين يسافرون بالمملكة العربية السعودية يقطعون المسافات من أجل السينما، يعني أنا أعتقد أنه زي يعني الظلم الذي حدث زي الظلم لو جاءني واحد وقال تراهم يقطعون المسافات من أجل شرب الخمر، ولا يقطعون المسافات من أجل هي نفسها موضوع السينما زي شرب الخمر نفس ال لا لا أنا أقول لما نأتي نقول أنهم يقطعون المسافات، انتبه لما أقول أنهم يسافرون من أجل هذا الشيء، هذه الحقيقة يعني كأن المجتمع السعودي وصل إلى مستوى أن هذه الأمور هي عنايته. المواطن السعودي لما يسافر يسافر بعضه للفرجة وهذه نسبة كبيرة، بعضهم يروح للعلاج، بعضهم للزيارة، بعضهم للثقافة، فأجعل الإشكالية أنه يسافر من أجل سينما، يعني كأن لو يقال له وضع سينما ستنتهي مشكلتك، هذا مو صحيح. يعني هذا أمر يعني مسألة السينما، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني يكون الإنسان عنده خطأ في بيته أو عنده خطأ في لا يعني أنه يطلع يستمر هذا الخطأ برا. أنا لو أسألك يا أستاذ علي سؤال واضح صريح، ما هي السينما التي تجذب الشباب والنساء؟ ما هي السينما؟ هل هي العلمية الجادة ولا الهزلية واللي فيها يعني انحرافات أخلاقية؟ برا السعودية أنا أتكلم الآن، هي السينما ما هي؟ ما تعال لأي بلد في سينما والإعلانات عن السينما، أنا أبي أجلس أنا وأنت وأي واحد من المشاهدين نقرأ إعلانات السينما، اختر أي بلد عربي، أنا عشان ما ودي أجرح بلد معين، اختر بلد عربي وناظر إعلانات السينما، هل سترى فيها فيلم واحد يعني ترضى أو يرضى صاحب غيره يطلع هو زوجته وأولاده يشاهدوه؟ أي سينما الآن أقول لك إياها تعرض في البلاد العربية؟ طبعا هذا أمر أنا أجزم أن أي إنسان عنده يعني فضل عن الدين وعنده ذوق وعنده أخلاق وعنده مروءة يرفض. أنا أتكلم عن الموجود الآن عموما. هو دكتور صالح إليه. نعم دكتور صالح في مستقبل الأمر وفقه نعم الله نعم وولي العهد حفظه الله وسدده وزير الداخلية أصدر قرار واضح وصريح، يعني ليس من حق وزارة الثقافة والإعلام ولا شيء أنها تتبنى، أصدر قرار منعها وسحب التصاريح السابقة لما رآه من أثر وخطر، اللي هي تجمعات شبابية، يعني احنا الان نريد نحمي شبابنا نحصنهم من افكار نحصنهم، يعني هل السينما مصدر ثقافه الان؟ الافلام التي تقدم فيها مصدر معرفيه؟ يعني انا اجزم ان الانسان الذي يقال انه سافر وقطع المسافات، بعضهم يقول والله السينما السعوديه، ترى على فكره كثير من الافلام السعوديه والتمثيليات والأفلام والبرامج تصور كثير من خارج المملكة، لماذا هم لم يصوروا؟ يعني الآن تقول مثلا فيلم معين تجربة فاشل أو نجح أو أكذا، لماذا ما كرروه هم بأنفسهم؟ لماذا ما كرر؟ الجواب معروف، المجتمع السعودي هنا مجتمع يعني شوف لازم نتميز بخاصية أن الله حبانا بالحرمين الشريفين. ترى ما لها علاقة يا دكتور الآن المشكلة، يعني أنت في التيار اللي تتمثل ولا في تيار غيرك، لا من حقك ولا من حق التيار الآخر أنه يصادر حق المجتمع يتكلم باسم المجتمع. لماذا؟ لأنه أنا أعرف لك ناس يروحون فعلا عشان السينما وفي ناس ما يروحون عشان السينما. ليش ما يمثلون داخل السعودية؟ يمنعون أنهم يمثلون داخل السعودية. وأنت لما تكلم لي عن قرار لما تكلمني عن قرار وزارة الداخلية وزير الداخلية على عينه الرأس، ولكن ترى هذا لا يمنعنا ان احنا نناقش، وفي نفس الوقت ترى في افلام سينما عرضت بمباركه كل الجهات في السعوديه سواء وزاره الداخليه او الاعلام، من ضمنها فيلم الفائز المالكي، من ضمنها فيلم عبد الله المحيسن اللي عرض في من ضمن اشتراط بعد القرار اي لا كل هذه الامور يعني عرضت. خليني بس راح ارجع لك توضح. القرار صدر بعد الافلام ذي. نعم لا هذه يعني القرار صدر بعد. طيب انا راح اعطيك الفرصه. انت ما لا لا أنت معليش، أنت الآن متبني وجهة نظر تأيد السينما وأنا متبني وجهة نظر تخالف. أنا أقول اللي إذا وقفت بين يدي ربي سيسألني عنه، وأنت ستقول الذي إذا وقفت بين يدي ربك ستسأل عنه، فكلنا سيقول الذي دين الله به.
طيب بس جميل، بس خليني اوضح لك شغله، انت هذا وجهه نظرك اننا تبنيت، انا لا تبنيت ولا شيء، في شيء في الاعلام الف باء في الاعلام انك تمسك بوجهه النظر الضد، يعني اذا حاورت اي رجل اخر مع السينما راح اسال الاسئله انت لو انك غايب اسالها، فاتمنى بس انه نفهم بعض شوي، يعني انا ما ابغى اعطي محاضرات في الاعلام. معليش احنا نفهم على عندي ضيف ثاني يا دكتور اذا سمحت لي راح ارجع لك بس نعطيه فرصه اذا ممكن. استاذ علي مساك الله بالخير. تتفق تختلف مع ما ذكر الدكتور صالح؟ لا طبيعي اختلف، اختلف تماما، بس هذا لا يعني اني لا احترم رايه، انا احترم رايه جدا لانه فعلا هناك حساسيه في هذا الموضوع، ولكن من الحق الكل ان يتعامل مع هذا المصدر المعرفي ونفى عنه المعرفيه. يعني الدكتور كان بيقول انه بيسافروا السعوديين برا، يسافروا للعلاج، يسافروا للسياحه، يسافروا كذا، لكن هم يسافروا للسينما وكأنه يستغربها. واحد اثنين قال يسافروا ايضا لكذا وكذا وكذا عددها والثقافه. طب السينما مصدر ثقافي هام جدا خاصه في العصر الحديث اللي احنا نعيشه اليوم، لو لم تكن السينما مصدر ثقافي ومصدر معرفي عظيم وكبير لما وجدت هذا الانتشار الكبير في العالم، ولما صار لها مدارسها. يعني عندنا احنا المدرسة السينمائية الأمريكية وفيها المدرسة السينمائية الفرنسية التي تمثل أوروبا، يمكن الأب الإيطالية والفرنسية الأبرز في أوروبا، وكلاهما على نقيض في العلاج والطرح. أصبح هناك مدارس للسينما، مش أصبح، كان منذ الأزل، منذ بدأت السينما من بداية القرن التاسع عشر. لا أعتقد إنه السينما ما هي مصدر معرفي ولا هي مصدر مهم جدا، ولكن حساسية الدكتور واضحة جدا تأتي من معظم ما يطرح في السينما يعالج أحيانا بشكل فيه الكثير من التجاوزات، التجاوز الأخلاقي، التجاوز الاحترام، وفي أفلام سينمائية هابطة زي ما كان ركز، يعني لا تعزز الفكرة طبعا، يعني لا تجعلك تحكم على السينما بشكل عام انه كذا. هذا الشان شان الغناء اعتقد، لانه فيه في الغناء ما هو جميل وممتع ومفيد وايضا صحي، وفيه من الغناء ما هو سافل، يعني زي السفالة، يعني مو السذاجة والبساطة، انه سافل جدا يسيء لك وانت بتسمع، ويسيء لاسرتك وعلاقتك مع هذه الاسرة ومع المجتمع بشكل عام. نعم. طيب استاذ علي، في موضوع في السينما الاسيوية الدكتور صالح قال انه تم المنع، السينما الاسيويه موجوده كل سنه اللي هي تعرض افلام في السفارات قنصليات في المملكه، وتقدم افلام احيانا عن بلدان، عن ثقافات، عن كذا، واحيانا افلام حتى عاديه من نتاج الفنانين في كل بلد. قد شاهدت يعني واكبت هذه التجربه؟ اي طبعا، هي تجربه موجوده، لكن هي تعامل كنشاط ثقافي دبلوماسي احيانا، لانه اللي تنظم هذه الملتقيات، نحن يعني اصطلح على تسميتها مو مهرجان سينما، اصطلح على تسميتها مهرجان العروض المرئية، للحساسية يمكن التي تقع أو قد تقع يعني في هذه العروض، لذلك سميت العروض المرئية، وتنظمها هذه الجهات الدبلوماسية، القنصليات في جدة والسفارات في الرياض، ولكن تنظمها أيضا للطبقة المثقفة وليست للمجتمع بشكل، مو معنى هذا المجتمع مو مثقف بشكل عام، لا، لطبقة مثقفة مختصة بالتعامل السينمائي أو بالعمل النقدي في مجال السينما والدراما بشكل عام، سواء كانت تلفزيون أو مسرح. نعم. أعتقد أنه ليس هناك منع، لكن المنع دائما يأتي من إذا ما تجاوز هذا الخط ما صرح له، لأنه ما في نشاط من هذا القبيل أيضا يقام بدون تصريح، في تصريح في وزارة الداخلية، في وزارة الإعلام، الثقافة والإعلام عفوا، كلها تكون على علم ودراية بهذا الموضوع وفي تصاريح، ولكن في الغالب تقام في نفس الإطار وبدون تجاوزات، وإذا ما حدث أي تجاوز لهذه الحالات ولهذه الحدود اللي أصلا تراعي وتهتم بعادات وتقاليد المملكة وحرمة الدين، حتما حتلاقي أنه يصير المنع، وحصل مرة واحدة، حصل مرة واحدة في جدة. نعم. دكتور صالح، يعني الأستاذ علي هو يفرق يعني بين شكلين من السينما، واحد يقبله وواحد يرفضه، أنت مع هذه الفكرة ولا أنت ترفض الموضوع بشكل عام؟ أولا أحيي الأستاذ علي، وحقيقة أشكره على هدوءه ورزانته، والحقيقة يعني إنصافه في الحوار، وهذا يدل الحقيقة على إن شاء الله أنه موفق للخير
عسى الله يوفقنا وإياه. ومثل هالنوعية في الحوارات هي الجيدة. الأمر اللي أنا أريد أن أصل له، أولا كل واحد لما يتكلم بكلمة يعني خطورة الكلمة. الآن الأستاذ علي يؤيد وأنت تؤيد أن هناك في سينما أنا ما أؤيد ولا أرفض، أعيد وأكرر يا دكتور الله يحفظك، أنا لا أؤيد ولا لي علاقة في الموضوع. بغض النظر أنا أقول لك أنت تؤيد وأنا أؤيد، يعني في هابطة وفي جيدة، خلنا الآن احنا هذه النقطة لازم تصير محور. طيب جميل. الآن نحن لما نريد التجربة التي يقال تريدها في المملكة، أنت تريد الآن لما يقول لك في بلد كذا جوار المملكة يزوره 9 ملايين، أبغى تقدم لي ما هي السينما التي تقدم هناك، ستقول يعني ما في إلا الهابط، والهابط جدا. إذن أنا الآن لما أأتي ويقال لي والله في فرنسا برامج جادة أو في ماليزيا برنامج، أنا أجي أناظر الغالبية، أحكم بناء على التصور العام. أنا الآن المجتمع يعني فيه يعني شباب يعني يريدون حماية أكثر من المخدرات التي يعني موجودة، ما أقول تفشت إن شاء الله لكنها موجودة، ودك تحميهم. في خارج المملكة العربية السعودية أبيك تقرأ دراسات اجتماعية إن من أكبر مصادر تعاطي المخدرات والتعرف عليها وعلى أصدقاء السوء مصدرها تجمعات السينما. أنت تتساءل تتعجب، تعرض بالسينما هي موجودة في البيوت، في بعض البيوت هي موجودة، في القنوات الفضائية هي موجودة، في السلهيات هي موجودة، في النت، فلماذا يريدون يجعلونه شيء عام؟ يعني هنا أمر يعني تتعجب منه. لما نتكلم عن السينما وهل هي فعلا نجحت، يعني أنت لما تتكلم عن السينما يجب تكون الواحد صادق مع نفسه ومع مجتمعه، وقبل ذلك صادق مع ربه سبحانه وتعالى. طيب هل السينما التي يطالب بإنشائها، هل هي السينما العلمية التي تقدم لي الطبيعة وحكم الله في الكون، أم السينما اللي فيها تمثيل وهزل وتقبيل وعناق ورقص ومجون؟ هذه المطالبة. دكتور حتى ما يصير في لبس، الآن أنت تتكلم أنه في سينما هابطة، بس لك سؤال وبس أجاب مختصرة لأن عندي فاصل، يعني عشان ما تفهم أن نقاطعك، إما كملت كمل بعد الفاصل، بس أبغى أجاب مختصرة. الآن تحدث أنت عن سينما راقية وسينما هابطة، يعني مثلا في رواية عظيمة جدا يعرفها كثير من الناس اسمها العطر بيرفيوم، هذه رواية ناجحة عالميا ومعروفة، عملت فيلم. وفي حب في زمن الكوليرا أيضا رواية الماركيز ناجحة وأيضا نفس الحكاية. هذا النجاح المدوي لها يعني أدبيا وتعتبر من الروايات الأساسية في العالم أو المهمة، عملت فيلم، هل أنت تصنفها من السينما الراقية أم أنك يعني أيضا تعتبر هابطة، تعتبرها هابطة؟ أنا ما أعرف فيها، لكن هل فيها حب وعناق وغزل، عرفت، أو أما كونها لها قبول في العالم، وأن تطع أكثر من في الأرض يظلوك. يا أخي جاء في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا آدم أخرج بعث النار، قال وبعث النار؟ قال من كل 1999. هذا حديث في صحيح الإمام البخاري. يعني احنا لما ننظر ونقيس نرجع الى الكتاب والسنه وهي مصدر الذي يجب ان نعتمد عليه. اما كون والله في افلام نجحت في العالم وضايعه، يعني ما تنظر انت القياس على فلان ولا على فلان ولا على بلد، انت دائما كل شيء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دائما أعرض الشيء على الكتاب والسنة، إذا مؤيد بالكتاب والسنة على بركة الله، مش مؤيد على الكتاب والسنة نناقش أصحابه بهدوء وحكمة وموعظة. طيب. حسنة فاصل. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب. فاصل ونعود بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد في يا هلا. لازلنا احنا نناقش تصريحات اللي من وزارة الثقافة والإعلام بانه يعني عادة الحياة المسرح ووجود السينما ايضا. ضيوف في الاعزاء من الرياض عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح العصيمي،
وينضم أيضا من جدة الصحافي والناقد الفني الزميل الأستاذ علي فقندش. أستاذ علي، في مايو 2010 قال رجل الأعمال عبد العزيز جمجوم لصحيفة المدينة أن السينما كانت موجودة في السعودية خلال عام 1962، ويقول كان مستثمرا فيها، وقال في بعض الأحيان يأتي رجال الهيئة للوقوف على ما يتم عرضه في أحواش السينما المقامة في جدة ذلك الوقت للتأكد من عدم عرض أفلام إباحية فقط، ويقول ثم نبدأ في مواصلة عرض الأفلام من دون أي مشكلة أو مشكلات. وقال كان الجميع في صالة واحدة وكل شخص بجانبه أسرته طبعا، ويقسم بالله أننا، يقول أقسم بالله العظيم أننا لم نشاهد أو نقف على أي مشكلة طوال تلك العروض العائلية، فالجميع منضبط ويشاهد الأفلام بهدوء ويغادر الصالة دون مشاكل. كيف تعلق على هذه المعلومة التي حدثت كما يقول في زمن الحسبة القوية والتشدد الديني في ذلك الزمن؟ حقيقة إذا كان ذلك تشدد فماذا نسمي ما يحدث اليوم أيضا؟ لعل لديهم مبررات شرعية غابت عن من كانوا في ذلك الزمن. بداية خليني أوضح نقطتين مهمة جدا في هذا الكلام. كان في سينما بس ما كانت عائلية، كان السينما العائلية كانت عند أوكي بيت الجمجوم وبيوتات جدة الكبيرة، الأسر الكبيرة في جدة، في مكة، في الطائف برضو كانوا يستأجروا الأفلام الجديدة والمتينة. طبعا لحقت السبعينات الستينات، لا لحقت السبعينات في هذه المرحلة السينما وعشت فيها، وكنت أحد رواد أحواش السينما، كنا نسميها أحواش مو صالات لأنه كانت أحواش ما عدا صالة واحدة بس اللي كانت مكيفة ومغلقة، صالة الجمجوم فؤاد جمجوم الله يرحمه. كان في سينمات يمكن في حدود 4 أو 5 سينمات في جدة أحواش كبيرة، كان سينما الليمون كنا نسميها على أساس أنه كانت في شارع المينا جنب مصنع الليمون، كان سينما سراج في طريق الكارنتينا بعد شارع المينا، كان في سينما باديب في وسط باب شريف، يعني يمكن كلها 6-7 سينمات بس كلها كانت سينما شباب رجال، ما هي سينمات عائلية، ما كان في سينما عائلية. السينما العائلية كانت تستأجر هذه البكرات الأفلام، وبالذات أنا أذكر أيام ما نزل فيلم أريد حلا لفاتن حمامة في 75-76 ما أذكر بالضبط، كان من أكثر الأفلام رواجا هنا، وكانوا يستأجروه العوائل والأسر الكبيرة، وكان هذا كان من الستينات ولكن أنا عايشت السبعينات زي ما قلت لك، وموضوع كان عادي جدا أن الأسر الكبيرة تجتمع وتشوف أفلام أول بأول. سينما عامة جماهيرية لم تكن عائلية أبدا، يمكن غلطان. نعم. جمجوم. نعم. كانت سينما عادية، وكنا فعلا أحيانا وأنا صغير طبعا جدا كنا نروح نحضر 3-4 أفلام، في 3 أفلام يمكن في اليوم، أحيانا فيلمين في الغالب، أحيانا 3، يكون واحد عربي يكون الثاني أمريكي أو إيطالي أو أوروبي أو أمريكي، الثالث أحيانا يكون فيلم هندي طويل. هذه الطريقة كانت وكأنها سرقة، يعني أوكي في أحواش وكانت الكل يعرف، المجتمع كله يعرف عنها ويجي يحضر يتابع، لأنه طبقة المثقفين في البلد من يومها أصلا طبقة كبيرة جدا، حتى ولو كانت يعني معدمة إلا أنها مثقفة ومثقلة بثقافتها وبحبها للاطلاع الأكثر. ما أذكر في يوم من الأيام أنه فعلا حصلت مشكلة علشان موضوع عائلي في سينما عامة، ما عندنا كان سينما عامة في عوائل. كنا أحيانا تمر هذه الأحداث مرور الكرام ونشوفها، نسميها أحداث لأنه أنت تكون متوتر وأنت بتشوف الفيلم. أحيانا تصير يجوا طبعا رجال الحسبة وكذا، مش لدرجة أنه يشوفوا كذا، لا يعني يجوا يصادروا الماكينة العرض، وأحيانا بالبواكير يضربوا كل واحد وخارجه، وصارت هذه الأشياء كثيرا يعني وعشتها. بس أبدا ما أعتقد أن كان هناك فعلا ما يغير عادات وتقاليد البلد وما يؤثر عليها أنه يكون في تلك المرحلة سينما عادية، سينما في نعم. في طيب. أسواق في أحواش نعم. على مستوى عائلي. نعم دكتور صالح، أيضا أسألك نفس السؤال، الفرق بين الحسبة في ذلك الوقت والآن، وأيضا هناك من يعني يردني على تويتر يسألونك سؤال، هل قد أنت شاهدت فيلم سينمائي في حياتك أم أنك تحرم وتنزعج من السينما بناء على ما يقال لك؟ هذه يعني سؤال الناس، يعني أتمنى تجاوب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ولا الحمد لله أذكر وأسأل الله أن يقبض روحي قبل أن أدخل دار سينما، وأن يحميني وإياك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حينما نتكلم نحن الآن مثلا
أستاذنا وأخونا الأستاذ علي ذكر يقول يعني فيلم كان مصدر ثقافة وكان يريد حلا لفات الحمامة. أي ثقافة ستأتي من مثل هذه الأفلام؟ يعني الأمر الثاني نحن نتكلم عن سينما وكان يعني المنع واضح وصريح وكان يعني يعد في ذاك الوقت منكرا، والدليل أن أخونا الكريم الفاضل أستاذ علي ذكر أن الرجال حسبة وهم لا ينطلقون إلا من تعليمات وأنظمة واضحة وصريحة بمنع مثل هذه الأمور. حنا لما نتكلم أخي الكريم الفاضل أستاذ علي، وأشكرك الحقيقة على سعة صدرك وتحملك لهذا الحوار، فأنا أقول مثل هذه الأشياء، حنا لما نتكلم عن هذه الأمور نتكلم عن نقل الثقة والأثبات. يعني لو كل إنسان لا يحكم على شيء إلا إذا رأى، هذه إشكالية ترى. يعني أنا لو تأتيني أنت يا أستاذ علي المقدم أو الأستاذ علي الضيف وتقول والله في كذا كذا وأنت عندي ثقة، أنا أصدق. يعني لما تجيني أنت وأنت رجل محل ثقة ولست كاذبا، وبعدين احنا نشوف الان انا عندي دراسات اجتماعيه وقرات ابحاث كثيره في الدراسات وقرات متابع قوي للاعلام يعني بشكل يمكن ما تتصوره، الصحف والمجلات بشكل عام اقراها بكثافه سواء داخليه او خارجيه، نشوف الاعلانات في كثير من الدول عن السينما. ما في يعني احنا لما نتكلم عن السينما نكون واقعيين، انت تبغى تجذب الشاب، الشاب لا تجذبه الاشياء الجاده، الشاب الآن تجذب الأشياء المغرية، الأشياء اللي فيها الجانب الشهواني كثير. بالعكس أنا يجب علي الآن في كثير من أفلام السينما تعلم السرقة، تعلم شرب الخمر، تعلم تعاطي المخدرات، تهريب المخدرات، هذه 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 بالعكس بعض الأحيان تؤصل لثقافة الفساد والإفساد. أنا الآن الرسول بعض الناس ما زال يتحجج، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يعني يجب علينا أننا لا نستبعد الكتاب والسنة كمصدر للمعرفة، كمصدر للأحكام على الأشياء. إحنا لما نفتي طبعا قرار وزارة الداخلية واضح وصريح أنه كان بناء على ما رفع المفتي، يعني هذا واضح وصريح القرار، وقرار سمو بناء على ما رفع المفتي كان واضح الكلام. فلذلك عندنا هذه الأمور، أنا وأنت كلنا حريصين على مجتمعنا، حريصين على شبابنا، حريصين على أولادنا، حريصين على بناتنا، حريصين على أن يظل هذا المجتمع نموذج مثالي تقتدي به الشعوب الإسلامية. لماذا نحن نقتدي بغيرنا؟ لماذا نجعل غيرنا يقتدي بنا؟ عندنا الحمد لله بالمملكة العربية السعودية تعليم مخالف للتعليم في جميع دول العالم، النسائي يحتذى به، نموذج رائع جدا جدا. المجتمع السعودي خرجت فيه يعني فتيات مبهرات في الطب، في الرياضيات، في العلوم الشرعية، في العلوم اللغوية، في اللغات، كل النتاج مجتمع محافظ تميز بخصوصية. بس كل ذكرت نتاج جامعات أمريكية، يعني يمكن لو لا مو صحيح. طيب يعني جامعاتنا فاشلة، الملك سعود فاشلة، والإمام فاشلة. لا 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 ما أقول لك كذا يا شيخ، ما أقول لك كذا، أنا أقول لك هذول الناس درسوا بعضهم البكالوريوس وبعضهم درس البكالوريوس الماجستير والدكتوراه، الماجستير والدكتوراه. أنا أعطيك حياة سندي سلوى الهزاع، كلهم ذولا خريجين أمريكا وكندا وبريطانيا. يا شيخ منين تعلمت الأصل؟ وفي العكس كيف وصل إلى الدراسات العليا؟ هي جت من معليش حبيبي جت من الشارع لأمريكا ولا تعلمت في هنا؟ لكن لو ظلت في السعودية المرحلة الابتدائية لو ظلت في السعودية. لا اسمعني دكتور، أنا سؤالي بطريقة مختلفة، لو ظلت في السعودية والماجستير والدكتوراه أخذتها من المملكة العربية السعودية، هل البيئة مناسبة اللي راح تخليها تقدم بحوثها وتفوز بها عالميا وتنجح بها عالميا وتشرف المملكة في كل المحافل؟ نعم 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 نعم. ولا عندك أنت الآن طالبات ومتفوقات ورجال متفوقين، أنت الآن نتاج التعليم السعودي وهذا مثقف وتدير قناة، أنت منين تعلمت؟ لا أنا يعني أنا أضع في الدفعة ما عليك فيها، لماذا عندنا جلد الذات؟ لا لا بس لا 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 أنت لا, لا, لا أنت لا تمدحني علشان أوافق فكرتك، أنا أتناقش. أنا لا أنا 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 أسوء واحد للدفعة. شوف أنا غني، أنا غني، أنا أتملك ولا أتملك غيرك، يعني أنا أحترم نفسي ولما أتكلم وأنا أحتربك البلد. أيوة لما نجي بلدنا ونحتقر تعليمنا ونقول ما احتقرنا التعليم، إحنا نتكلم عن البيئة الحاضنة اليوم. أنا قلت لك التعليم السعودي محافظ والطالبات تفوقا وخرجوا متميزات طبيبات
أخصائيات تقول لا المتميزة من أمريكا مو صحيح، هي تخرجت من هنا تعلمت هنا. يعني أقصد صحيح أنا أتكلم عن الدراسات العليا وأعطيتك أسماء، يعني ما هو رأيك؟ أعطيتك أسماء أسماء موجودة هناك يعني في جامعات معروفة يا دكتور. طيب هذا الحمد لله بنيت تعلمت هي. طيب إحنا لو ما نبغت ما راحت هناك. طيب لو ما نبغت هنا وتميزت هنا وطلعت ذكية ما راحت هناك. طيب لكن اللي أقصده أنا إحنا نريد نصل يا أستاذ علي إلى حل معين. أنتم تطرحوا وجهة نظر إعلامية، فيه ضيف يرى وفيه ضيف لا يرى، عرفت؟ وأولا أنا ما لي بقول لك الحكم المشاهدين، أنا أقول أهم شيء أنا أقدم ما يرضي رب العالمين، والمشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى إن كان في كلامي ما يفيدهم سيستفيدون، إن كان في كلامي ما لا يرضي الله فأستغفره وأعوذ بالله من الشيطان ووسوسته. أنا كل الذي أريد أن أصل إليه لما أسأل عن هذه المسائل أعلم أنني سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأقول وجهة نظري بكل صريحة. السينما بؤرة فساد في عامتها، حتى لا أعمم، في عامتها، ولا يمكن أن تقام ويوضع لها ضوابط، والشر والفساد ليس له ضابط يضبطه. هذه يعني ملخص كلامي في هذه المسألة. طيب راح أرجع الأستاذ علي عنده وجهة نظر، لكن في 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 رسالة جتني يا دكتور من على جوال السعود الحقيقة، يعني قال يقول أخي علي أرجو تزويدي برقم الدكتور صالح الصيم، فقد سبق له تدريسي مادة الفقه بالصف الأول ثانوي قبل 16 سنة، وأود التواصل معك. ما أرجو هو بيسألك عن شغلة ما لها علاقة بموضوعنا اليوم، كتاب ألفته قبل فترة من الزمن، راح إذا سمحت لنا بعد الحلقة أن نزودك بالرقم ونزوده حتى يتواصل معك. أنا أعطيه الله وأتشرف، ما عندي إشكالية. نعم. لا فيه ولا فيك ولا في كل المشاهدين نعم. وبالعكس يعني أنا رقمي ليس يعني سرا. نعم. راح نعطيه دكتور راح نعطيه الرقم حتى يتواصل معك، لكن قبل ذلك أستاذ علي بس لأنه طولنا على الدكتور محمد الزلف عضو مجلس الشورى السعودي على الهاتف. دكتور محمد أهلا وسهلا بك، يعني أنت من الناس اللي يؤيد السينما، والجهة اللي تعرض لك أو التيار اللي عارضك عنده مبررات الشرعية، يعني يقول فيها عري هابطة لا تقدم فائدة فكرية اجتماعية، ما المبرر من وجودها؟ أيضا السعودية عندما تطبق الناحية الشرعية في هذا الشأن فهي ليست نشاز، ليس بالضروري أن تكون مثل دول العالم كلها تقدم سينما وهم عندهم عليها مآخذ شرعية. تعليقك. أنا تعليقي على أنه أرى أن السينما مثلها مثل التلفزيون في البيت، يعني الآن في أغلبية البيوت السعودية فيها أكثر من سينما، والسينما غير منضبطة، يشاهدون كل الفضائيات في العالم بدون رقيب وبدون حسيب، بينما السينما حتكون تحت ضوابط ولا يعرض فيها إلا ما لا يخدش الحياة ولا يؤدي المشاهد، لأنها ستصبح أو ستكون تحت مراقبة، مراقبة ممن سيعرضون الأفلام، مراقبة من الجمهور الذين سيحضرون الأفلام، يطالبون بأن تكون الأفلام تتناسب مع رغبة الناس في ما لا يقتش الحياة ولا يؤدي الناظرين. لكن أنا أستغرب أولئك الذين يحاربون وجود دور سينما ضمن ضوابط معينة تمكن المواطن السعودي والمواطنة السعودية والعائلة السعودية أن يذهبوا ليقضوا 3 ساعات أو 4 ساعات مع بعضهم في مكان واحد تحت ضبط معين، أفضل من أن يكونوا متفرقين والشباب يدورون بالشوارع والشابات بالأسواق والأهالي في بيوتهم لا يدرون ماذا يفعلون أبنائهم. أنا أتمنى من الأخ الذي تحدث قبل قليل يعني مع كل الاحترام أن يراعي أننا في عالم متغير لدينا شباب لو ما مكناهم ما نعم دكتور محمد ابقى في مكان واحد لأن الصوت شوي تقطع، خليك في نفس المكان اللي بديت فيه. أنا مكان صوتي واضح الآن واضح إيه. فلذلك انا اتمنى ان لا يقول الذين يتحدثون ان لنا خصوصيه ولنا وان مختلفين. لا الدكتور صالح يقول في دراسه هو قراها تحدث عن انه السينما سبب
في إدمان المخدرات وبيئة مناسبة كلها تصير في ذلك المكان؟ بالعكس، أنا أعتقد أنه حينما يمكث الناس 3 ساعات في مكان واحد منضبطين تحت رقابة معينة، حتى التدخين العادي لا يمكن يدخنون فيه، حتى رفع الأصوات والحاق أذن بمن يشاهدون هذا الفيلم. الكل مؤدب، الكل يجلس في مكان معين في مكان محدد، يدخل بنظام ويخرج بنظام. يعني أنا أتمنى من الشيخ أن يعرف أننا إن بكل أسف أن مشكلتنا في المملكة هو التفلت، هو عدم وجود أنظمة قوانين تحكم الناس، تعلموا كيف يكونوا منضبطين عند إشارة المرور، في الطوابير، في الأسواق، في كل مكان. أنا أعتقد أن الدور السينما أنها دور تثقيف، دور منضبطة تحت ضوابط معينة يرتادها الناس العقلاء الحكماء. لأن أنا أستغرب أنه يقول أنه بيكون مكان المخدرات. هل شاهد الأخ الشيخ هذا إذا كان الدكتور صالح، الشيخ صالح إذا كان ذهب إلى مكان آخر، هل شاف ناس يدخنون أو خل دعك عن أن يتعاطى المخدرات في دور السينما؟ أنا ما أنا لم أشاهدها. يعني ذهبت إلى كثير من البلدان العالم، أنا أعتقد دور السينما أنها أكثر الأماكن انضباطاً، وفي بلادنا نحن بحاجة إليها أكثر، لكي لا نحول بيوتنا إلى 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 كل غرفة في المنزل فيها سينما، البنت لوحدها والولد لوحده، كل بنتين أو 3 بنات كل واحد في لوحدها يشاهدون ما لا نستطيع أن نضبطه في منازلنا. هذا يعني أتمنى أن يغيروا وجهة نظرهم، إنه والله إحنا مختلفين، إحنا لازم نصدر للآخرين مثل وقيم وأخلاق. بكل أسف حتى الآخرين لما يشاهدوا بعض السعوديين يستغربون، يقول لك يعني من أين أتوا هؤلاء؟ لأنه ما جاءوا من بيئة فيها شيء من الانضباط. نعم نعتز بقيمنا، نعتز بأخلاقنا، نعتز بمثلنا، وهذا الذي يجب نركز عليه، ولكن لا نخوف مجتمعنا من قضايا بسيطة هم بحاجة إليها، ونحن بحاجة لأن نضبطهم في سبيل التمتع بها مثلهم مثل غيرهم. نعم. طيب ابقى معي دكتور محمد، تعليق دكتور صالح حتى نختم مع الأستاذ علي بعدين نعطي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي الدكتور محمد. والحقيقة أنا أستغرب يعني الدكتور محمد الآن يعني حامل جدا على شبابنا، وإن شبابنا يعني أنا أبغى البلاد اللي فيها سينما شبابهم منضبطين أكثر من شبابنا. الأمر الثاني، لو فرضنا الآن حط سينما، يعني يريد إلغاء القنوات الفضائية من البيوت، يعني هل هي الآن هذا هو بديل هذا؟ يعني الآن لما يقول الآن في كل بيت، يعني كأنه يقول إذا وضعنا سينما فلن يعد في كل بيت سينما في الغرفة. اثنين، السينما والأفلام اللي تعرض الواحد ما يمل باليوم يشوف 2-3، هل يبغى كل يوم يطلع وأسرته 3-4 ساعات يشوف الأفلام؟ لا لا، هذه أسئلة. لا لا الحقيقة، معلش دعني أنا أكمل. أنا تركت لك الحوار لأني أقدرك، فأتمنى تترك يعني أنت تقول وجهة نظرك وأنا أقول وجهة نظري. أنا أقول الدكتور يرى أن السينما عودت الانضباط، وعودت يعني كأن المجتمعات كلها سليمة، مجتمعنا معوج، يعني كأن بالعكس. أنا أقول شبابنا في هذه البلاد المباركة أفضل من جميع من غالب شباب العالم الإسلامي. أنا أقيس على العالم الإسلامي، لأني أنا لو أجيب شيء أنا أقيس على المجاورين لي. الشباب في هذه البلاد أنا أجزم برهم بآبائهم، حرصهم على وطنهم، ثقافتهم أكثر من غيرهم من البلاد بسبب الخصوصية المتميزة. الدكتور يمكن عنده معلومة أن دور السينما ما فيها بؤر فساد، أنا أقول له في بؤر فساد، وإذا أراد أجلس معه وأطلع أنا ما عندي مانع. مر في أي بلاد عربية سترى السينما بالصباح وبالظهر، طلاب يهربون من المدارس يدخلون فيها، طلاب أنا أتكلم مراكز دراسات اجتماعية أصدرت هذا. والدكتور محمد أذكر قديما كان له مركز دراسات وعناية في التاريخ، وعام 1412-13-14، وعنده ممكن اطلاع على هذه الأمور، لكن انشغاله في كثير من القضايا يمكن قد يكون أنساه هذه المسائل. أنا اللي أتكلم عنه أقول
السينما إذا كنا نريدها تأتي تؤدب أولادنا وتربي أولادنا فوالله بئس التربية. طيب دكتور صالح، دكتور صالح لأن الحجز ممكن يقطع عندك، بس أثمر وجودك. سؤال أخير، أنت مشكلتك مع السينما العناق والقبل؟ يعني لو مثلا في فيلم ما في لا عناق ولا قبل وقدم يعني عمل فني راقي ما عندك مشكلة فيه. أيضا أسألك رأيك في الدور اللي قدمه فيلم الرسالة عالميا للإسلام، ألم يخدم الإسلام فيلم الرسالة؟ أي فيلم الرسالة؟ أي فيلم الرسالة؟ فيلم الرسالة إخراج العقاد وتكلم عن سيرة أنت الرسول. أنت شوف حبيبي، أنت تتكلم عن أحاديث واحدة، عرفت؟ من ما أقدر أقول لك مئات الآلاف، أقول لك ملايين. هذه إشكالية، هذه إشكالية كبرى. الناس لا تجذبها للإغراءات. يعني هل ترى أنها تخرج سينما المرأة حجبت رأسها وخرجت بغير زينة ولا يوجد فيها موسيقى ولا صخب ولا عناق ولا حب ولا غزل؟ هل تتوقع تخرج سينما فيلم سمائك كذا؟ يعني أنت الآن أنت في جوانب شرعية كثير، تحدث عن قبل وعن عناق وعن موسيقى طبعا وعن أنا أتكلم عن كل شيء. نعم طبعا مو طيب. بإجماع الأمة تغطية الرأس واجب والقدمين واجبة بإجماع طيب. الأمة حتى الذين من طلبة العلم. نعم أستاذ علي، أترك الختام لك، عذرا بس دكتور لأن الوقت. تفضل أستاذ علي، هل تتوقع أنه السينما وجودها في المملكة العربية السعودية سيحدث؟ هل يحتاج إلى قرار سياسي؟ هل هناك فوبيا غير مبررة؟ أم أن الموضوع يعني هو الوضع الحالي هو الذي سيستمر؟ بداية خليني أنا أقول أنه أنا أكثر سعادة الآن من المجموعة، وأنا بين الدكتور صالح العصيمي والدكتور محمد الزلفة، أساتذة لنا بلا شك، كل له قناعاته ورأيه. أنا يعني يمكن أقول لك أنه سيحدث في المستقبل القريب أم البعيد. دليل هذا كان يمكن وزير الإعلام السابق، وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور رياض مدني، كان في آخر عهده في زيارة لتونس، وكان صرح تصريح علني مباشرة أنه نحن بينكم الآن في تونس للاستفادة من تجاربكم السينمائية، بحكم أنكم أنتم مرتبطين بأوروبا ومرتبطين بالعالم سينمائيا، ويمكن يكون في علاقات سعودية تونسية في مجال السينما. أشياء كثيرة كانت تدلل على أن هناك، إحنا لما نتكلم عن سينما الآن وجود سينما نتكلم عن صالات عرض، تقصد ولا لا؟ نعم. صالات عرض وعمل اجتماعي سينمائي وصناعة أيضا وصناعة في نفس الوقت. صناعة بدأت على استحياء ولكنها ليست ما ننتظر. أنا يعني ما أقدر أقول أنه سوف لن يكون هناك سينما. أنا أعتقد أنه يعني جدا سيكون هذا الموضوع قادم. دليل هذا أيضا الثاني أن هناك صالات عرض فعلا تم إنشاؤها في جدة، في كثير من الصالات الجاهزة لهذا الموضوع، قدمت بداية وعرض فيها أفلام أطفال وأعمال علمية وما شابه. أنا مع الدكتور العصيم الدكتور صالح في أشياء كثيرة، أن هناك حساسية فعلا وشيء مخيف. يعني حتما حتكون هناك دراسات لهذا الموضوع قبل إقراره تماما، حتما سيكون هناك دراسات اجتماعية، هو من السباقين كما علمت الآن لهذه الدراسات. حتما سيكون هناك دراسات أيضا على المستوى الأمني والرسمي في الداخلية وفي غيرها من الجهات، ولكن هو سيحدث. ما يتخوف منه الدكتور صالح أنا أؤيده فيه، إنه أن السينما مرتبطة دائما بالخروج، مرتبطة بالخروج عن الواقع، عن مش الواقع، مرتبطة بالخروج عن الالتزام وعن الاحترام بشكل عام. الاحترام احترام الفكرة الملتزم جدا. إذا كان مثلا السينما حتكون عندنا سينما علمية وسينما وثائقية وتسجيلية وسينما تتحدث عن الطبيعة وكذا، ما حيكون فيها الإبهار اللي يجذب أصلا المتابع والمهتم والمثقف بشكل عام إليها، لأنه ممكن يشوفه في التلفزيون بالشغلات الوثائقية ومن هذا النوع، لها قنوات مخصصة جدا وعديدة في خاصة بهذه المجالات، لأنه اللي يجي هو قاصد يشوف هذه، إنما قاصد يشوف حل لمشكلة اجتماعية، قضية تطرح اجتماعيا بكل جوانبها الرسمية الشرعية والاجتماعية والقضائية الأمنية أيضا، يراها دائما مكتملة في الفيلم الروائي. والفيلم الروائي مرتبط بالخروج ومرتبط بالمحظور الذي يتحدث عنه الدكتور، ولكن أعتقد أنه كتب علينا في هذا الموضوع أن السينما يجب أن تكون يكون فيها هذا العامل الجاذب للكثير من نعم
خليني أقول معظم الناس محبين للخروج في من 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 الضوابط والرسميات سواء نعم. كانت شرعية أو غير شرعية. نعم. باقي معنا الدكتور محمد. أخي علي، الدكتور صالح كأنه يعتقد أن المواطن السعودي والمواطنة السعودية سيذهبون إلى السينما 3 مرات في اليوم، يعني ما كان عندهم وظيفة ولا عمل ولا شغل يروح إلى السينما، بينما قد يتاح للعائلة السعودية أن تذهب إلى السينما مرة في الأسبوع وربما أحيانا مرة في الشهر. وأنا أكرر وأقول يتحدثون عن مجتمعنا وكأنهم منعزل عن كل ما يتحدث عن الدكتور صالح أو يتحدث عن الأخ علي قبل قليل، المحظور الشرعي والمحظور من كذا، كل في كثير من المحاضير الآن حتى هو وموجود الآن في داخل مجتمعنا الآن يقولوا معرض الكتاب في محظور شرعية، بيقولوا الجنادرية في محظور شرعية، بيقولوا المدارس في محظور شرعية، بيقولوا الجامعات في محظور شرعية، بيقولوا الشارع في محظور شرعية. إذا لو أخذنا بالطريقة هذه فقط نقيم حكومة طالبان ونحول بلدنا إلى أنه بلد منعزل، بلد منفصل، بلد ليس له علاقة بالعالم. نعم. لا لهم يعني يمكن في وجهة نظر شرعية ربما، لكن الحقيقة أنا أشكرك دكتور محمد الزلف عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، وشكرا لعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح العصيمي، وشكرا للصحافي والناقد الفني الزميل الأستاذ علي فقندش. أحب أذكر الدكتور صالح أني أنا ما أقول وجهة نظري في الأمور، ولكن أحب أقول لكم أنتوا حبايبنا اللي تشاهدونا دائم، يعني في أوقات ولا شو اسمه ولا خلاص، أحيان يعجبني الزعل وأحيان ما طيقة. عموما فاصل ونعود لكم بعد قليل. فعاليات كلى للحياة تنطلق من الرياض بمناسبة اليوم العالمي للكلى. أهلا وسهلا بكم من جديد، نتابع مع جولتنا اليومية على بعض الأخبار العالمية في هذا التقرير. أكد الممثل الفرنسي أوليفييه مارتينيز خطبته من نجمة هوليوود الفائزة بالأوسكار هايلي بيري، وقال مارتينيز لصحيفة ميامي هيرولد: نعم هذا حقيقي، مشيرا إلى الشائعات التي تدور حوله هو وبيري. ويتواعد الاثنان منذ عام 2010 عندما عملا معا في فيلم دارك تايد المقرر أن يعرض في دور العرض السينمائي هذا العام، وسيكون هذا هو الزواج الثالث لبيري البالغة من العمر 45 عاما، فقد تزوجت من لاعب البيسبول السابق ديفيد جاستيس من عام 1993 إلى عام 1997، والمغني إريك بنت من عام 2001 إلى عام 2005، ولها ابنة هي نهلة التي ستبلغ عامها الرابع هذا الشهر من صديقها السابق العارض جابرييل أوبري الذي تخوض معه معركة شرسة على حضانة الطفلة. أما مارتينيز البالغ من العمر 46 عاما فسيكون هذا هو زواجه الأول. أعلنت قناة الام تي في التلفزيونية أن حفل توزيع جوائز الام تي في الأوروبية سيقام في 11 نوفمبر في فرانكفورت، ليعود بذلك إلى المدينة الألمانية التي كانت قد استضافت الحفل السنوي في عام 2001. ويوصف حفل توزيع الجوائز بأنه ملتقى للموسيقى من جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه يميل إلى التركيز على الفنانين الأمريكيين ذوي الشعبية الدولية والذين يحصدون على نقاط عالية من الجمهور الذي يصوت للفائزين. وتأمل الام تي في أن تبني على الشعبية التي حصدتها في عام 2011 الذي أقيم في بلفاست واجتذب 23 مليون مشاهد حول العالم. وكان نجوم حفل العام الماضي جاستن بيبر وليدي غاغا وفريق كولد بلاي لموسيقى الروك والبوب والMFO لموسيقى الراب. فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل. لا
لما ابتديت مشروعي في عمل أكلات المناسبات الصغيرة بديت بصديقاتي، وقتها عرفت أنه لازم أقدم الأفضل، الطعم اللذيذ والشكل المميز. لكن واجهتني البقعة الصعبة، ولأن مسحوق القديم ما قدر يحللي المشكلة حولت لأريال. مع التركيبة الزرقاء الجديدة وحبيبات المايكرو بوسترز يتغلغل أريال لأعماق طبقات القماش وينظفها أفضل من أي مسحوق آخر. سر نجاحي إني ما أرضى إلا بالأفضل، بالجوهر والمظهر. أقام مركز الأمير سلمان لأمراض الكلى المؤتمر العالمي لأمراض الكلى للسنة الخامسة على التوالي كنشاط توعوي بعد زيادة نسبة أمراض الكلى في السعودية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع محمد الحب. ضمن فعاليات اليوم العالمي للكلى، بدأت هذه المراكز بحملاتها التوعوية المستمرة خلال أيام السنة في المدارس والأماكن العامة. فهؤلاء الأطباء عبر محاضراتهم في مركز الأمير سلمان للكلى يحاولون حل مشكلة ارتفاع نسبة الإصابة بالكلى. بالنسبة على مستوى المملكة وحسب التقرير السنوي المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تجاوز عدد الذين لديهم فشل كلوي نهائي يعتمدون على التنقية إلى أكثر من 13,000 مريض على مستوى المملكة. نسبة الزيادة بحسب الأعوام السابقة نلاحظ أنها في حدود تتراوح ما بين 7 إلى 9% سنويا. في هذا التزايد يفرض أو يحتم تفعيل مثل هذه الحملات التوعوية وتفعيل برامج الكشف المبكر عن أمراض الكلى، ولذلك هذه كانت أهم هدفين لهذه الحملة. نحن هدفنا في مركز أمير سلمان الحقيقة ليس المعالجة، إنما هو ما قبل المعالجة، بمعنى البريفنتيف، الوقاية، كيف نقي وكيف نكتشف الأمراض الكلوية الموجودة في مجتمعنا في مراحلها الأولى، لأن العلاج كما تعلم يكون أسهل ونسبة نجاح تكون أعلى ونسبة فشل العلاج تكون أقل. يحضر الكثير من الزوار خلال افتتاح مثل هذه المناسبة، وخصوصا من يعانون من الكلى، إذ تقدم خلال هذه المراكز النصائح الطبية والفحوصات لمعرفة مدى الإصابة أو إعطاء توجيهات للوقاية، خصوصا بوجود أمراض كثيرة مصاحبة وتكلفة العلاج التي تكون نوعا ما مكلفة. بالنسبة للفشل الكلوي مع وجود العلاجات الجديدة والأجهزة الحديثة والمتابعة الطبية في جميع المستشفيات، فنسبة الوفيات مع مرضى الفشل الكلوي تنخفض كثيرا جدا. لكن المشكلة هي مشكلة عكسية، أنه نسبة الفشل الكلوي في ازدياد، لأنه أول حاجة أنه سبحان الله الناس لا تتابع مع الأطباء، ما فيش الوعي عند الناس شوية، يعني مش منتشر. احنا سنة 2011 عملنا بحث علمي عن تكلفة جلسة الغسيل ومقارنة هذه التكلفة بجلسات الغسيل في أوروبا وفي الستيتس في الولايات المتحدة الأمريكية. جلسة الغسيل عندنا ليس كوستي، أقل تكلفة منها، وهذا مع وضع في الحسبان أن كفاءة الغسيل والخدمة اللي بتقدم مساوية للخدمة هناك. وللمرة الخامسة على التوالي تقام فعاليات اليوم العالمي للكلى، ويحظى فيه الأطفال برعاية وفعاليات خاصة، إذ أن الجيل القادم هو من يفترض أن تقل فيه أعراض مرضى الكلى. شكرا محمد. فاصل قصير ونعود بعد قليل. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، ألقاكم غدا في أمان الله.